اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد هنتكلم فيه عن بناء على، يا جماعه ان النهارده الحلقه معموله بناء على اللي هو السيرفي اللي انا عملته في الكوميونتي بتاعي، ايه اكتر برج عايزين نتكلم عنه النهارده، نتكلم عن توقعاته. واخترت برج العذراء، جاب 40%. اوكي، تاني برج بعديه برج الثور، فاحنا النهارده هنتكلم عن عذراء وبعديه ثور. طيب هنتكلم عن اهم نصايح، تحذيرات، توقعات، تنبيهات لبرج العذراء لشهر من منتصف مارس لمنتصف ابريل، يعني القراءة دي مدتها شهر من نص مارس لنص ابريل. طيب كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي تتفرج على من فين وانتوا برج ايه، ثم دخل القصة اللي طالعه لي، وتقولوا لي انتوا برج ايه بتتفرج عليا من فين، وناس بتجس على برج العذراء وتقولوا لي انتوا برج ايه يا جماعه. وقولوا لي الطاقه بتاعتكم يا برج العذراء. النهارده هنتكلم في حاجات كتير، انتوا عارفين انا بحبكم عشان انا عذراء. طيب اول حاجه، شايفه الشهر ده شهر، تعالوا نتكلم صحيا، بس عايزاكم صحيا عندكم مهتمين بنفسكم، مهتمين بجسمكم جدا، هتلاقيكم عايزين تخسوا. يعني اي حد برج العذراء، وانا كمان، كل واحد يقول لي عايز اخس كام كيلو، انا عايز اخس 7 كيلو عشان فرح صاحبتي الانتيم يوم 2/4، فبالتالي محتاجه ان انا اخس، يعني محتاجه اخس 7 كيلو، مش عارفه اعمل ازاي، اي حد لايف كوتش يساعدنا بقى. فتلاقيك بتحافظ على شكلك، بتحافظ على جسمك، بتحافظ على لياقتك، بتحافظ على اكلك الفتره دي، which is good. كلنا نشجع بعض يا جماعه، اكيد العقل السليم في الجسم السليم، وحاجه كويسه جدا ان انت يبقى جسمك حلو. طيب شايفاه كمان برج العذراء الفتره دي عقله اللي بيتحكم فيه، يعني هتحس كده ان انت شخص عقلاني اكتر من رومانسي. الشهر اللي فات انت كنت اوفر دراماتيك لان رومانسيتك هي اللي بتتحكم فيك، لا الشهر ده هتكون عقلاني، هتبقى منطقي، عندك رؤيه واضحه كده بالمنطق بالعقل، افكارك واضحه بالنسبه لك، عندك قوه فكريه، قوه عقلانيه فبتتحكم فيك او مسيطره عليك، فعندك سيطره، هتبقى شخص مسيطر يا برج العذراء، سيطر على حاجات كتيره جدا جدا. طيب كمان شايفه ان انت يعني هيبقى عندك سيطره، عندك علو شأن، ممكن تتعرف على حد ذو سلطه، او انت عندك ترقيه، عندك حاجه كويسه هتحصل، اما هتترقى هتاخد هتتشهر. العذراء عنده شهره قويه جدا، لو انت بتفكر تعمل حاجه ليها علاقه بشهره، جو اون الفتره دي يا برج العذراء، لو فكرت فيها هتنجح فيها وتشتهر فيها جدا جدا. شايفة عندك بلانز، عندك خطة لنفسك في العمل، خاصة يعني انت الفترة دي شهر العمل يا برج العذراء، انت مركز ان انت يبقى عندك بلانز. شايف ان انت وقعت، وانا والناس اللي وقعت يا جماعة، انا اليوتيوب بتاعي فشل، انا كنت كل شهر بزيد 50,000 فولور زيادة او 50,000 مشترك زيادة، انا بقالي شهر بس مش عملت 10 بالعافية. فيعني تلاقي عندك خطة موزونة، خطة متوازنة، حاطط خطة لنفسك في الشغل، وبتاخد خطوات سريعه، بتاخد اكشنز بالخطط دي. وانا واحده من الناس اللي عملت كده، عملت خطه كده ازاي ارجع نفسي وبقوه كده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. اوكي طيب انا شايفه ان الشهر ده على المستوى العملي عندك نجاحات، عندك تفوق، عندك تقدم، عندك اتخاذ قرارات مصيريه. يعني الشهر ده هو شهر اتخاذ القرارات المصيريه الحازمه، وانا اوريدي عملت كده، كل واحد خد قرار مصيري او قرار حازم يكتب لي تحت ان هو عمل كده. وكمان شايفه عندكم بدايات جديده متاخره، يعني عارف كان في حاجات عندك بدايات جديده موفقه، بدايات حلوه، يعني هتاخد بدايات جديده، والبدايات الجديده دي هتكون موفقه جدا، يعني كانها كانت حاجات انت مأخرها او مأجلها هتبدا تاخدها. وشايفه ان انت بتتجاهل اي حاجه هتبعدك عن السعاده، يعني انا شايفاك بتحاول تكون سعيد، اي حاجه بتضايقك، اي حاجه بتعكر مزاجك بتبتعد عنها. ممكن تكون بتفكر تتعلم حاجة جديدة، تاخد كورسز، تتعلم مهارة جديدة، تتعلم شغلانة جديدة، تتعلم حاجة جديدة، انت بتفكر ان انت تكتسب مهارة وتتعلم حاجة جديدة. وانا بشجعك يا برج العذراء، لان الحاجة اللي هتتعلمها هتنجح فيها نجاح صح. بس انا شايفة الفترة دي عندك قرارات كتيرة جدا مطلوب منك ان انت تاخدها، والقرارات اللي هتاخدها هتنجح فيها، ما عدا قرار واحد هقولك عليه في اخر الحلقة. عندك سيطره، ممكن توصل لحاجه نفسك تشتريها، هتشتري حاجه او توصل لحاجه كان نفسك فيها، اما توصل لحاجه عربيه نفسك تشتريها، حاجه كان نفسك تجيبها، حاجه نفسك توصل لها تقدر توصل لها، شخص كان ممكن نفسك توصل لقلبه، حد نفسك ان هو يحبك او يهتم بيك، هتعمل كده. شايفاك بتحاول تكون منظم اكتر، يعني انت شايف ان انت كنت عشوائي شويه الفتره اللي فاتت، كان عندك حيره، كان عندك قلق، كان عندك عدم قدره على ان انت مش عارف توصل لحاجه. فالفتره دي شايفاك عامل خطه ثابته واضحه بخطوات واضحه بالنسبه لك، وانت استيك للخطه بتاعتك، ودي حاجه ناجحه جدا بالنسبه لك يا برج العذراء. طيب شايفاك ممكن تكون بتفكر تاخد زي قط تسترخي كده، تاخد بريك كده، تستريح شويه عشان عندك ستريس، وانا بشجعك برضو على البريك دوت. عندك حيره ما بين قرارين او ما بين خطوتين او ما بين اختيارين،
او انت وبرج الاسد، برج الاسد والعذراء الفتره دي عندهم حيره ما بين قرارات، عايز تاخد قرار مهم جدا ومحتار، بس انت هتختار يعني شهر مارس او شهر ابريل هتقدر تختار وهتمشي على تستيك للبلان الاختيار بتاعك ده، بس هيبقى عندك حيره في البدايه. اوكي طيب، برج العذراء والحب، تعالوا نتكلم عن برج العذراء والحب. زي ما قلت انت عقلاني الفتره دي، قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاك ولا لا. انت في الحب بقى يا برج العذراء للاسف مش زي العمل، عندك لخبطه شويه، عندك تشتت، عدم توازن، ملخبط شويه. ممكن يكون كان في اشخاص كتير ظهرت في حياتك، اخرى كان في علاقات كتيره طياري كده، ناس ظهرت وناس اختفت وناس بعدت وناس قربت، فالدنيا عماله بتجري معاك كده لخبطه. طيب اول حاجه في تحذير بس عايز اقوله، بس اخر حاجه قبل ما ندخل في العاطفه، خلي بالك من صحتك يا برج العذراء، خاصه اي حاجه ليها علاقه بصدرك، اي حاجه ليها علاقه بحوادث صغيره بقلبك، يعني انتبه لصحتك، ممكن يكون عندك وعكه صحيه او مشاكل صحيه تضطر لزياره طبيب في شهر مارس او في شهر ابريل، فخلي بالك من صحتك يا برج العذراء. طيب ممكن تاخد قرار بالانفصال الفتره دي للاسف. برج العذراء يا جماعه وخاصه في منتصف الشهر، يعني نص، ابتعدوا عن برج العذراء، اي حد اتفرج عليا دلوقتي ابعدوا عن برج العذراء الفتره دي، لان هو بقى ايه بيتلكك، وخاصه من يوم 10 11 12 13 14 15 مارس هيبقى متجنن كده، يعني ممكن ايه تلاقيه بيتلكك، عصبي، متنرفز، متعصب، موده وحش، اوف مود يعني، فانتبهوا منه لانه هيبقى اوف مود. فبالتالي يا برج العذراء بلاش تاخد اي قرارات عاطفيه الفتره دي، اي قرار عاطفي يتاجل، وخاصه القرارات بالارتباطات والقرارات بالانفصالات، بس انت ممكن تكون تفكر تنفصل، وحتى ممكن يحصل انفصال او حد قرب منك شويه من برج هوائي او برج مائي الفتره اللي فاتت هيبدا هو يبعد، يعني هو هيقرر يبعد، فانا مش بشجع على الانفصال ده، بلاش تاخد قرارات وتبقى منفعل عليه وحاجات كده. اوكي طيب ممكن الشخص الهوائي ده هو قرب وبعد، وانت او انت قربت وبعدت، بس كان في علاقه ملخبطه ما بينك وما بينه. حاجه تانية، في شخصين في حياتك يا برج العذراء، او اكتر من شخص على فكره الفتره دي، شخص انت بتديله كتير، بتديله بلا مقابل، عمال تديله كده، بتديله حب، بتديله اهتمام، بتديله حطه في مكانه تانية، والشخص ده متجاهلك او هو مش مهتم بيك وبيتعامل معاك من طراطيف طراطيف مناخيره. الشخص ده برج ترابي، اوكي، يعني يا تور يا عذراء يا جد، او برج هوائي دلو، طيب او دلو او ميزان. وفي شخص تاني بيحبك وبيقدم لك الدعم وبيقدم لك السبورت وبيقدم لك الحب وبيقدم لك الاهتمام وانت مش مهتم بيه، يعني انت عندك شخصين، شخص انت بتجري وراه وشخص هو بيجري وراك، وبتقدم كل الحب وكل الدعم وكل التقدير للشخص الغلط. اوكي فانت شوف مين الشخص اللي استحق اهتمامك، مين الشخص اللي استحق حبك، مين الشخص اللي استحق وجودك في حياته، واختاره، ما تختارش حد متجاهلك. للاسف انت معطاء، فانت معطاء مع الشخص الغلط، في حد هو مبسوط فرحان، حاسس بنفسه ان انت بتجري وراه، حاسس بنفسه ان انت بتديله، حاسس بنفسه ان انت قريب منه، فخلي بالك من الحته دي يا برج العذراء. عندك زي ما قلت في حد صاحب سلطه هيقرب منك، في شخص صاحب سلطه هيقرب منك، عندك الفتره دي قوه، عندك تحدي، عندك اراده، عندك نجاحات، عندك، فاستغل فتره القوه المهنيه والقوه اللي انت تقدر توصل اللي انت عايزه، ان انت تحقق احلامك، عندك حاجه هتوصل لها اصلا اوريدي، يعني امنيه تتحقق، حاجه كان نفسك تشتريها، شخص كان نفسك توصل له. طيب بلاش، ما بشجعش السفر في شهر مارس، مش بشجع السفر في شهر مارس. طيب بلاش تاخد قرار بالانفصال يا برج العذراء، حتى لو شخص متجاهلك، حتى لو شخص متضايق، لان انت هتبقى هوجائي شويه في عاطفتك، لان انت متضايق. العذراء على فكره نفسيا متدمر جدا الفتره دي، او عنده مشاكل كتير قوي الفتره دي نفسيه، مش مشاكل يعني وخاصه في بدايه مارس، يعني الدنيا هتبدا تتحسن في نهايه مارس لاول ابريل، بس بدايه مارس عندك مشاكل ماديه قويه جدا، مطلوب منك فلوس كتير جدا، عليك فلوس كتير جدا، عندك ديون وانت مش عارف تجيب منين ولا منين، عندك مشاكل عاطفيه، عندك مشاكل عائليه، عندك مشاكل مع اصحابك، فحاول انت بقى تحل المشاكل دي وركز في عملك، لان عندك فرص نجاحات كتيره جدا، وبطل كسل يا برج العذراء. يا جماعه بصوا بقى من الاخر، انا برج عذراء، انا احد اسباب، يعني انا لو انا في مكانه كويسه كان ممكن ابقى في مكانه اضعاف اضعاف المكانه دي، لو انا شخص مش كسول. انا كسوله جدا 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 جدا، عايزه اقول لكم ان الكسل ده سبب
حاجات كتيرة مش كويسة في حياتي، فعالجوا الكسل. العذراء الفترة دي عنده كسل، عنده لا مبالاة كده، اللي هو مش مهم يلا مش مشكلة النهاردة. وعندك ناس بتحاربك وبتغير منك وهما بيحاربوك مع نفسهم. يا جماعه انا لو قعدت احكي لكم الناس اللي بتحاربني والله العظيم المشكله ان انا اضحكوا. يعني انا في ناس على انا ما بهتمش، انا يعني عاده بدخل اعمل فيديو على اليوتيوب، علاقتي باليوتيوب علاقه سطحيه، انا مش بتفرج على اليوتيوب كتير على فكره، ولا بعمل سيرش، وانا مش من حتى انتوا بتاخدوا بالكم انا ولا بصور الفيديو ده، انا بعمل لايف اصلا. انا مش فاضيه، عندي حاجات كتيره في حياتي، وانا مش معتمده، مش شغلي الاساسي شغلي على اليوتيوب، دي حاجه انا بحبها وبعملها. الاقي ناس بعتلي سكرين شوتات من حد يقول لي ايه بقى، الاستاذه رشا اللي بتغش مني، ولا الاستاذه رشا يا جماعه انتوا عبطوا ولا هبل يعني. انا ما بتفرجش على اليوتيوب ده، انا ما بشوفش فيديوهاتي تاني، اقعد اتفرج واغش انت. والمهم الناس اصلا صاري يعني، انا عمري في حياتي ما سمعت اسمائهم. واستاذه رشا اللي انا عندي شويه اعداء نجاح اقسم والله العظيم. يعني انا المهم انا بترفع عن الحاجات دي والله يا جماعه. فعندي شويه اعداء، فالعذراء عنده الفتره دي اعداء وناس حاقدين كتير جدا جدا، وناس بتغير منك يا برج العذراء. عشان كده ما تتكلمش عن نفسك، ما تتكلمش عن انجازاتك، ما تتكلمش عن احلامك، يعني ايه، احتفظ باسرارك لنفسك. انت برج الاسد برضه. طيب عندك شخص بيهتم بيك جدا برج العذراء، اديله فرصه. عندك شخص بيتجاهلك، ما ترميش نفسك عليه، هو بيحبك على فكره، هو في بس انت اللي بقيت افيلبل قوي بالنسبه له، فهو بقى شايف نفسه عليك. لا ما يشوفش نفسه عليه، هو فاكر نفسه مين على فكره يعني. فايه خلي بالك من الحته دي يا برج العذراء. اهتم شكلك، اهتم بنجاحاتك، اهتم تفوقك، انت عندك نجاحات كتيره استغلها. شكرا، بحبكم جدا جدا. قولوا لي يا برج العذراء، هل طاقتكم فعلا ان انتوا بتتلككوا وبتتخانقوا مع دبان وشكوا زيي ولا لا؟ قولوا لي اتفرج عليا فين، انتوا برج ايه. ثانك يو، بحبكم جدا. ويا جماعه احنا عملنا الفيديو ده عشان العذراء، كل يوم هعمل لكم السيرفي، واكتر برج هيجيب اعلى نسبه هو اللي هعمل عليه فيديو. ثانك يو، باي باي، بحبكم، اي لاف يو اول. بليز ما تنسوش تابعوني على الانستغرام، عايزه كل الناس اللي عندي على اليوتيوب يجوا عندي على الانستغرام وعلى الفيسبوك. ثانك يو، باي.